الامكانيات. في فرق بين حد معاه فلوس وحد معاه مقاومات البطوله. ممكن يبقى عندك فلوس كويسه لكن مقاومات البطوله ما تبقاش عندك. مقاومات البطوله دي فيها خمس ست حاجات، فيها اداره مستقره، فيها جهاز فني مستوى على مستوى عالي، فيها لعيبه على مستوى عالي، فيها جمهور. ده مهم جدا جدا طبعا. جدا جدا طبعا. فيها نوع من الحته الاعلاميه، دي برضو مهمه جدا. دي عناصر من عناصر مقاومات البطوله اللي تحقق بطوله. فعشان كده ممكن تلاقي باريس سان جيرمان مثلا ما يحققش البطوله الاصعب اللي هي دوري الابطال مثلا. ايوه يعني ممكن يحقق الدوري. لكن الاهلي واحد من يمكن الاكثر الانديه على مستوى العالم بيتمتع بكل مقاومات البطوله، والا ما كانش يبقى عنده التاريخ الطويل ده من الانجازات والبطولات. انا سهرتك انا عارف، بس كان مهم جدا في لقائنا الخاص معاك نفتح كل الموضوعات اللي بتشغل بال